استغلال التكنولوجيات الحديثة للحد من إرهاب الطرقات هدف يسعى لتجسيده طلبة المدرسة العليا للإعلام الآلي. هنا بالصالون الدولي للأمن والسلامة المرورية الطلبة يعرضون مشاريعهم في هذا المجال. السويشن تاعنا لي بازي سور دي كابتور لي راهم جايين ديجا في لي كاميون اي في لي بوس اي لي ترونسبور بوبليك اكزيجي بار لا لوا الجزائريه اون كيبر لي دوني من هاد لي كابتور جي بي اس كي نو دون لا فيتيس لونبلاسمون تاع الفيكول اي اي اون اكسبلوات دونك ابري بور كالكولي سي يا ان اكسيد فيتيس يا ان ريسبي تاع كود لا روت ايتترا نضمو كاع هاد المعلومات اترافيغ بليزيور جو ولا بليزيور سيمين نديرو دو بروفايلينغ تاع لي كوندكتور هاد لو بروفايلينغ يفا نو سيرفير نعرفو اسكو سي ان بون كوندكتور ولا موفي كوندكتور. ولأن الإفراط في السرعة من بين أبرز العوامل، مشاريع تطبيقات إلكترونية تقترح حلولاً من شأنها المساهمة في تقليل حصيلة الوفيات عبر الطرقات. On va détecter la vitesse et aussi on va mettre en place une application mobile راح تكون عند لي باراج. Donc حنا كيما نشوفوا par exemple واحد كيكون فايت في la voiture كي يفوت لو باراج يعاود يزيد la vitesse comme si ما كانش كاين رادار. Donc la solution تاعنا c'est comme si رادار في أي وقت وفي أي مكان. تجسيد هذه المشاريع على أرض الواقع يستدعي مرافقة المؤسسات الاقتصادية لطلبة الجامعات لتحويل مشاريعهم إلى حلول ملموسة. Ce qu'on veut aussi leur inculquer, c'est cette dimension de l'entreprise, c'est-à-dire comment qui fait un projet d'étude peut devenir un projet concret, peut devenir une entreprise, ou là peut devenir un projet qui peut être transformé dans une solution dans une société comme la nôtre. انخراط الجامعات ومراكز التكوين يعكس تكاتف الجهود الرامية للحد من حوادث المرور التي تخلف أزيد من 3000 ضحية سنوياً.